اللهم يا ربنا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا، وأصلح شؤوننا. يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أساسا نقولكم صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. اليوم استنيت باش نصبح عليكم مخر مع الأسف الشديد، تصير حاجات معانا ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر. الحمد لله على كل شيء، نحييكم الساعة قبل كل شيء، نقولكم كي تتفرجوا فيها بعد شقة الفطر صحة شريبتكم، وكان قبل شقة الفطر شهية طيبة للناس كلها. نقولكم زيدة كانت تفرجوا فيها في السحور دورين أفون، يعني خطر السحور الأول فاتني، سحور نهار 2 الصباح فاتني، الله غالب هذاك اللي كاتب. نتمنى تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين، وإن شاء الله باللي يعطينا باللطف الفيديو هذايا تسجل قبل ما يتكسر لي التليفون ويمشي. فيه لقطات وقت اللي تكسر التليفون باش تشوفوها، هزيت تليفون حميدة. المهم نهار الأحد ديما سبحان الله كي تكسر لي التليفون يجي في الويكاند، ما نعرفش وانت بتعرفوا الويكاند كيفاش تكون الدنيا، يعني ما فماش حوانت ما فماش حد شيء. المهم نحاول نرجع لكم وديما نعطي الطاقة الإيجابية ليا وليكم. هذه اللي كتب تأثرت من كتبش عليكم جمع راس المغرب ونحن نحضره في الطاولة، شاركتكم الحصيل ودبرت اليوم وقعيدة مع يمة. هذاك اللي كتب هذاك علش روتار برشة، هذا هو التليفون شنو بعدين ولا لي بلاكة كحلة، حاشاكم تسكر طول ما عادش فيها حتى ضو، وذاك يدي ورجلي ما نكسب كنه، هو اللي نخدم بيه، هو اللي نصور بيه، هو اللي فيه كل شيء. الحمد لله مختارت كاع، قال لي هذه 500 وانا كنت قلت له 500 من غير
بالفوق خيرات ربك. وغير تمص من كل يوم نمشي البطاطا والبصل. البصل الاحمر لقيت على 15 مليون اليوم. تحبي تبدي اديهم. والبطاطا قطعت الساشين تاعها وجبت لي حاجه يما تحبيها. ديما كل يوم مره كي فرات تشديها ما تسيبيهاش. تعرفيها برشا. شنو زعما الحاجه اللي تحبيها؟ قولي لي قولي لي ماكله لبسه بارفان شنو ابدي انت سأليني وانا نقول ابدي بالحاجه بالحاجه. لبسه؟ لا حاجه تتشم. لا مش حاجه تتشم. زيدي ماكله. ماشي ماكله ماشي هل تشرب؟ اي حاجه تشرب. طلعي شنو الحاجه اللي تشرب انت تحبيها؟ لا خلص تشرب عصير انتي تشدي فيه صحيح وصرفي يوم ما تعطيها من 100 متر حاجه بزهر. بزهر يوم راك تشوف بزهر ديريكت تقول لك اعطي حصيله. فرحت فرحت كي لقيت الحموض محلوب. والله على امل اني مانيش باش نلقيه. مش على امل الامل يعني فما حاجه باهيه يعني فقدت الامل. وضيف في بر العبيد وفي اليوم اخ ها هم هاي برضي وشرضي متعب. تشوفوا البنات هذيا حسبوني بها بعد هذه يعني صح ومش فيها اما هي عندها ضرر الزهر. انا خذيت واحده وزدت كملت اخرى. هاني عندي واحده محلوله وواحده خليها مسكره مستحقه. وخذيت لكم لبسيسه اللي هم لسه خذيت لبسيسه. أما مش من نفس البلاصة من البلاصة أخرى. قال لي فيها السكر شمي ريحة الفريكي. فيوحة. ريحتها قوية. قال لي ما تعنيش السكر اللي فيها السكر. قال لي خسارة فما راجل قال لي جاي شراه وما قلت ليش راه فيها السكر. بيتبان. زادة النار يعني الأخرى. بيتبان اللي فيها السكر بيتبان. حلوة. هي مو نجمو نعملو السكر اللي تبدا فيها السكر هذاك علاش. خلنا نبدا على بركة الله هذايا ونخليه بحذاك وعطيني السكينة هذي وخليني نبدا نطقش نصف الليل يعني. انت تقولي من راب التاني وانت تحبي تعملي ديما السلك بزايد. تقولي باش يجي سمح يجي فاوح. لا نقصدني. ها؟ مش على العواد انت تحبي تعملي برشا سلك فيه. ثم شوف. اي خلنا نبدا على بركة الله. وين حمي؟ وين؟ هاني البر نقص شوي خضرة في الكلوار هاني. ايش؟ حاجتك حاجة؟ شنو؟ هيك ما شاء الله هيك حميدة ربي يبارك لك. وشوف حميدة وش جابت؟ البنان حميدة وش جاي؟ يعرف نحب البنان فجأني بيه خبير هو شوفوا وديكم مشاهير يم كان مخبيه في الساق يا اخي ما كنت عارفه شنو فقتي بيه كان باش يفاجئني بيه ها
نعمل لنا عصير. والله السنه اللي فاتت لا ظبطت، يوم قالت لي راهو يجي في السخان الفريز. قالت لي الفريز عندنا في السخان. والله ما ظبطتش انا السنه. ما شريتيش ما نعرفش علاش انا. ما جاش لبالي نشريه. وزيد يوم قالت لي راهو قاص يبدا تو. هذه هي المودة اللي نحكيكم عليها البنات، ربي يبارك له ويذوق ثمرها. كان قبل ريتو البنان وقت اللي ما كانش كيما تو صاير فيه، كان يوم ينجي مع الطاولين. انا ذاك اكثر غلة نحبها، كنت في الشتاء يعني نحب العنب والواحد في الصيف والكرموسة، ما في الشتاء زعما كاين فما قطوسة نتاع الجيران وين ونهم عجبتني قطوسة في السوق تهبل ريت هبل تهبل تاع راجل عنده قطوسه وهي بنت القطوسه ريت هبل هزيتها حطيتها هنا قلت انا نمسك الطقس مو تاع ليها نبي وش وسخ ولا لا طهاره هذيك الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان يخليها تدخل في البرنوس طاهره القطوسه. كما ذوك مرة بتاع الشارع يطلعوني يمكلهم ونشربهم ويأخذهم ويقعدوهم تطلعني في الكرسي دي يطلع ريتي واحدة تجي تولد هنا وتهبط بعدين تزد ريتها وتمشي بيا حب يجو يحبوني والله يما تطلعينها عبد ريتي انتي تطلع لليتاج نتاعي راني بايب عليها من البلكون كي يتحل الباب تنكز وتجي توقفني في باب الدار والله يا بنتي تقولي سبحان الله تشم الريحه ولا ما فهمتش وتوقفني وراني انا ويا صحاب ماشي الاخرى كنت كي نخرج في الكهرباء توقفني في الكياس ترقد تقعد ترقد باش ما نتعداش انا بالكهرباء نقول برني انا جيتك ولا نلقاها في الحوم ولا بيش برني انا جيتك مانيش مربيتهم ولا ما يجوني نخدمهم ماكلتهم ولا ديما عملت لهم بحسابهم للبنك والله والماء منهم مره جتني واحده قالت لي خالتي ربحتي حنايا لالا ما يوقف خرج انا وياه حل ربيع يما قايله يوم جت هي حبله وهما يحبلوا في تو عاد عشر قالت لي صديقه باش يحب اي في الربيع يوم ونهارتها ما يطلعني سخون طلعت تنهي جاي يما في الدروج جيت خارجه انا والله رجعت عطيتها الماء تعرفي لالا كي شفتها تشرب وهي كيك عطشانه فهمتها للي هي عطشانه قلت لها بربي لالا ثاني نعاود نحل بيبهم وبنها الماء قلت لي بنت اختي ربحتي يا بنتي كي شفتها كيفاش تشرب وهي كيك عطشانه الحمد لله ربحني والله الحيوان كي تعمل فيه الخير يتفكر هو اكثر من بشر حقيقه مش بصراحه معروف هذه الناس كلها تقول انه الحيوان ما ينساش خير البشر حتى كي تعيطي عليه من بعد ولا ما تفكريش يوم غادي يفكر لك انا كلبان هو بيشه تو بيشه تكرهو اليوم يقولوا هو شكلك اليوم ريتو هو من اللي نظفت لعينيه وقت اليوم ما كانوا ما يشوفوش نمشي نشري دواء جاني الفيترينير وقتها تعدي من بعد الدار يلقاني انا كلمني انا في البلكون انا وحميد قال لي راه باغي اشري له الدواء كذا كذا روح لك هو مشيت يما خديت من الدواء نلقاهم الصباح ما يشوفوش يبدو قاعدين داكشي نمشي نشربهم هاك الدواء تشوفي قال لك روشهم تجي ونحط بارنا ونوصل لهم يوم صافي سبحان الله النور يقول لك ضو الابصار باللي كانوا يمين يبدو هم قاعدين ما يشوفوش يبدو قاعدين في بلاصه انا نداويهم ونغسلهم ونمحس حلهم عينيهم والكل نعملوا لهم كل الفيزيون حتى لو نظفوا لهم بعد ما نشربهم الدواء لازم يشربوا في دروج من خاطر الدود ولا ادري شنو هو اللي يتسبب في العين كي هكا قال لي الفيترينير تلقيهم هما يولوا لي جنون في الكلوار وين لاسانسور يا جير وين نقزو حد لنا كبر وهو يعرف نقزو دار بالتنقيز تلقيهم يتفارعوا ويقولوا الحياة سبحان الله الضوء يقولوا شوفوا الدنيا ولو عاملين بطين وانا نبدا قاعده ونتفرج شيخ عليهم نلبس لهم جبه خاصه لبسه خاصه لي هو باش نطفلهم ونعومهم وكل ومشي نزين
قال لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحمنا وان شاء الله ربي يرحمنا. هكا هاو شفتي يما فيه نكحه هاو. اما باهي والله هي ثمانيه وشدون هاني كملت سكه باش ندخلوا توا. تركب لنا يما اليوم فطور على يما خلم من الخضره ما جبتش فاش تحط كل هذه تغسل. وهذا هو روتيننا اليوم. الفيديو هذا البنات تسجل وتمنتج قبل ما يتكسر التليفون سبحان الله. يعني في القايله بخاطر باش يبدا عندي شويه سباس ديما نمنتج كل سيكونس نمنتجها الحاصل. فالحمد لله والله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وفي المال ولا في صحه الابدان كل مره تخرج حكايه كيكا دفعت بلاع لينا وصاي تعودت. والله هو حاجه موجعه خاطر هذيك بالنسبه لي انا راهو يدي ورجلي هو اللي نتحرك بيه هو اللي كل شيء التليفون. فدفعت بلاع وكاو باش نشارك معاكم اليوم الفطور اللي كتب من ربي في نهار اليوم. نتمنى الفيديو هذا تتفرجوا فيه. نتمنى الفيديو هذا معناتها تشجعوني فيه على اجتهادي وعلى مثابرتي وعلى كومي نقول البنات يستنوا يزيني حاط الفيديو. والله البنات ربي معانا وكاو. ايا سيدك نبدو بتبارت اليوم. اليوم يديات يما في الكوجينة ان شاء الله تقبلوا مني الفيديو هذا خاطر وين ما نجي لكم البنات راهو التليفون كله مسكج معناتها مازال كي تقد مازال فيه الكول والسكوتش والشنيه الحاسين وملكمتين وكل خيوط خيوط مانيش قاعده حتى الرؤيه واضحه في اللقطات ولا المنتج اللي كتب من ربي هبطته لكم اليوم. وان شاء الله تقبلوا مني بهنا البنات. يوم ما تفتش ريتو الزيت فما صديقه قالت لي فات وين متباب الزيت هاو موجودين راه متباب الزيت بهنا شعملنا حطت يما السلق قصاته وغسلاته ونظفاته. ريتو حنا راهو البنات باش يقولوا لي فاتني يا اخي تغسلي الخضره بعد ما تقصيه اي حنا راهو عندنا الصنعه ديما انت من بكري نحطوا السلقه خاطر تقولوا لي تفقد قوته. ما نتصورش انا شنو هو معناتها ما غلاش هو وتبزع الماء نتاعو. لا هو الماء نتاعو حنا نحطوا له شويه خل ونحطوه في الماء يتنفخ نغسلوه غسلات لين يخرج الماء نتاعو نظيف ومن بعد نصفوه ونحطوه يطيب. هذه طريقتنا هاك الغسيل نتاع السلق بالورقه الحق هذيك ما دخلتش المخي وما نكذبش عليك خاطر كيك تعودت من بكري جدتي نشوفها تعمل بالطريقه هذيك يقصوا خضرتهم وبعدين يغسلوهم وينظفوها. فتعودت انا واحده من الناس حتى يما هكاك بالطريقه هذيك. فما حاجات هكا تتعمل في الخضره بالطبيعه ضم الخضره اللي الصغيره تنضاف هكاك سينو الاخرى لا يعني الورقية نظفوها من بعد ما نقصها. حاصل البنات هنا مرمت السلق البصل السفناريا اللفت هذاك هو الجزر هذيك هي الحاسيل الخضرة اللي عندكم كلها في لول حطتها يما اللي عنا احنا وشدت الدجاج فهو حاته كركم كليل ملح كهو يما حطيتي في الفلفل الكحل في الدجاج لا الحصيل يوم مسكينه كانت تقرا في شويه قران حبست كي جيت انا نصور ما فهمتش علاش يوم شو كي حبستي على القران كملتي به حصل وانا منتج نشوف يما سكرت الكتاب قلت انا لعل كي انا نقلقها بصوت يا اخي طلعت قالت لي كملت. المهم البنات هنا خذينا الزيت حطت يما بعد ما قلت اكل وحدين دوك خليتهم اكل الماء نتاع السلق يطيب شويه يقلي هيك الخضره. حطت الزيت حطت الحمص العدس الفول المصري كان عندكم الفول العادي نتاعنا فلفل قرون هذاك الفلفل الشايح المكوش الشمسي ولا المكوش الحاصل راهو السلق يحب التوازويزة مركته تحب تكون موززة. وهنا حط مطم معجونة وحطت هريسة عربي فما صديقة والله ما زلت كي قريت الكومنتير البارح بقى في بالي قلت فاتن تحية ليك انت من القنوات الوحيدة ولا شنية حصيله اللي ظهرين تفاصيل الماكلة. سبحان الله ديما نقول فما ناس جدد دخلت نجم تاخذ الوصفة معناتها نحترم المشاهدة متاعكم نجمش نعدي هكاك هاني طيبت هي شنو طيبت يعني ماذا بيا ندلكم وكهو ونسهل عليكم وان شاء الله تكون سهلت عليكم الدبار. الحاصل هنا يوم حطت شوية فلفل مرحي احمر سمحوني نزربت انا في العادة نزرب خليها اليوم وش مازال يستنى فيا باش نستنى يتمنتج ويتقد الفيديو توا نص النهار تي الحاصل لحدا شويش. المهم
هنا حاطين الفول الاخضر والكركم، وباش نعديه بالفلوس راهو الفيديو يعني نعديه بكارطه وان شاء الله يتعدى لي وكاه. وهنا حطت الملح وحطت بقيه معناتها الفحات اللي نعملهم العاديه هذيك، هي فحات تونسيه تابل وكرويه، وخليتك المرقه هذيك، زدت الفول الاخضر، زدت البطاطا حطتهم توا باش تبدا تغلي الطنجره، وراي الخضره تطيب فاسيلمون بالسلق، راهو السلق يطيب الخضره بالقدا. وجبنا كسكسي دياري، والله عندنا الكسكسي المكسكس انا مازلنا ما خرجناش، يسطل نسيته انا تو نخرجه اليوم ان شاء الله تعمل لنا به كسكسي، بالك نعملوا به كسكسي نص كان بقينا حيين بخير، ديما نقولوا كان بقينا حيين بخير وبقدره ربي، خاطر ما نعرفوش من هنا الغادي شنو يصير. المهم هنا جبنا الكسكسي وعملت يوم الزيت زيتونه، وجبت داك الماء ذاك، حطت شويه نجم تحطوا ماء دافي ولا ماء بارد عادي راهو ما يقلقش قد اليوم، وتحلوا هكاك الكسكسي نتاعكم حتى لين يتحل كعبه كعبه، تبلوه ولا تبثبثوه ولا تبسوه مش عارفه اش يقولوا. نجموا الكسكسي راهو تحطوا فيه كركم، تنجموا تحطوا فيه قرن اسمه مش قرن، عود قرنفل، اما وشوي فلكحل، شفتوا نحنا شويه قرفه، اما لا هذا راهو نحنا ما نحطوش فيه حد شيء، ونعملوه كسكسي مش مخلط بالمرقه، لانه من عاداتنا نطيبوه بالطريقه هذيك، انا ننقل لكم عاداتنا وتقاليدنا معناتها بكل محبه وبكل اخلاص وبكل موده. تليفوني اتكسر. والله حاسه نهارين ظلم عيني ترف، وحاسه وقلت تليفوني باش يطيح يتكسر، والله قلت تليفوني باش يتكسر. الحاصل صديقاتي التليفون مخيبة، والله مخيبة، وبلقيش حتى حل فك الليل، وبش نبعث لكم ميساج، التليفون ما عادش يظهر لي الكلافي، ما عادش يظهر لي هيك، قلت انا الكلافي توش باش انا نعدي لكم حاجة. تي الحاصل الحمد لله وشكر لله، هنا يوم الثاني ريتتني تين الكسكسي، ما نعرفش انا اللقطة ذيك عديتها يظهر لي قبل ما في التثنية الثانية، التثنية الاولى. المهم مهم نحنا نعملو زوز مرتين نكسكسوه، نفوروه الكسكسي ونعملو له التفويرة تانية كي نهبطوهم بلو شوية بالماء، ونعملو له كان جناح شايح نزيدو شوية زيت، لأنو هذايا يبدأ أبيض البنات يتسقى من فوق بالمرقة، تو تشوفوا الطريقة نتاعنا هذيك هي عاداتنا وتقاليد. هنا قبل ما يطيح التليفون خاطر الجماعة كلها يضحكوا عادي جدا، بعدين الناس كلها تأثرت. هنا القراع البنات حطينا القراع الاحمر، تنجم قرع اخضر، تحب زبده، تحب زبده في التمر، هي بربر حط، مازال بكري وين، خليني نحضر الحلو. هاني حليت تليفون مكسر باش نخدم بيه هكا باش نمنتج تو في بالك ولا لا؟ حط حط حميدة قص الصوت، حميدة قاعدين نصوروا بيه ومكسر. حط رياض حط حط الحلو، والله باش نشوف اموري كان مشي مشي هيك باش تدق تكبر. اي يا بري يا خويا فيسا 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 يا ربي ان شاء الله يهديه. جيب صحن يا جيب صحنه، لا لا دبلة لي دبلة 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 الدبلة. اي بري فيسا 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 يا شنو نعرف فاش مال يوم احضر الكسكسي ضرب ضرب قلت لا لازم شو شو باش يشجعوني. يما هنا في وسط الظروف هذيا قاعده تقد في الكسكسي، ها حطها في السفر هذيك بالله باش تكحال التصوير. هي يما فيسع 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 هي يما هي هي باش تسقف هذيك، هي سقف هذيك. حاصل فك اللحظات الاخيره ان شاء الله كله بثوابه وباجره، خاطر انا والله يا البنات ليهمني في التليفون ولا نعدل عليه ولا حاجه غير رسالتي، نحب نواصل فيها الغالب، يعني يجيني ظروف اقوى مني وتعبني ومنحبش نطيح، خاطر كان نطيح شكون باش يهزني، لازم نوقف روحي.
المهم البنات هذا هو الكسكسي نتاعنا، وديتكم مشاهدكم ان شاء الله قصدكم في الجنه. هذه الدبره نتاع نهار السابع ما نجمتش ننساكم فيها. ان شاء الله تكون دبره لعل تهبطلكم قبل ما تخموا في الدبره. بقالي الحصيل وتوا باش نخليكم مع بقيه الاواخر نتاع الفيديو نتاعنا. مسكين رياض خويا والله عاون هذاك حد ومعناتها يجري وكل هنا البريك ربي يبارك له. هيا البنات الفطور هذايا شهيته جامعة تكسير التليفون الله غالي ما نعرفش كيفاش باش يطلع. شد اليد شد صدقوني نصور بالتليفون اكحل تعرفش معناتها اكحل فيه بلايصة بركة بيضة تعدينا في التصوير رغم هيك باش نهبط لكم ان شاء الله يهبط لكم الفيديو هيك هاي الجبلة اللي يحبها ريا رفو مصير عبتها قدك يا قابلها حط ريا حط والعمال حلوة مش مشينا يعني يقول لي رفو سنينك بقى بروح احط للسهريه كهوه البنات صورت لكم راه باش نزربوا ونصور لكم على خاطر من بعد التليفون باش يتسكر امين. وده صديقاتي ما بقالي كان باش نقول لكم في امان الله وفي حفظ ربي ورعايته. شوفوا نصور بتليفون حميد الكاليتي تطيح كومبليتمون ذاك علاش الله غالب كي يطيح التليفون راهو متعب يعني عدتكم فيديو كامل وانا كي يطيح التليفون هاي خليكم انتم استفجعت فجعه كالعاده باش نبكي باش نبكي خبز بس والله ديما هيك هذاك لازم يبدا سخون نحب حاجه سخونه عييت 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 الخدمه والتليفون لا لا الايفون ما يعجبنيش في تصوير الميك عرفش يعطيني تصويره مش حلو كيما التليفون هنا هذه هي عملت البريك متقطين على التليفون يا جماعه قلت هيك نصلحه الجوزي ده حد